أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد زورب واليوم جيتكم بفيديو جديد اليوم بهذا الفيديو رح نشرح مع بعض أسئلة البيئة المهمة جدا أول سؤال معنا لليوم هل تستطيع توفير الوقود والمحافظة على البيئة من خلال استعمال الغيار المناسب عند القيادة؟ الجواب الأول هو الجواب الصحيح نعم من خلال السياقة بغيار عالي إذا احنا سوقنا بغيار عالي يقل صرف الوقود يقل انبعاث الغازات إذا سوقنا بغيار منخفض يزيد صرف الوقود ويزيد انبعاث الغازات. بأي طريقة يمكنك أن تؤثر على استهلاك الوقود في سيارتك؟ الجواب الأول هو الجواب الصحيح يصبح استهلاك الوقود أقل إذا استخدمت جهاز تدفئة المحرك في الشتاء يعني المدفأة الحرارية اللي هي المحرك قبل القيادة. ما هي أفضل طريقة لتقليل احتراق الوقود؟ الجواب الصحيح رقم اثنين من خلال التخفيف على دواسة الوقود وتجنب الفرملة أثناء السياق يعني دائما حاول تتجنب الفرملة وتجنب الوقوف ما هي أفضل طريقة لتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون؟ الجواب الصحيح رقم أربعة أن لا تدع محرك السيارة يدور بسرعة عالية عند القيادة اي من الغازات التي تنبعث من غازات العادم تسبب حموضه في الغابات والبحيرات طبعا الجواب الصحيح رقم 2 اكسيد الازوتيك او اذا اجانا في الاختبار ما موجود اكسيد الازوتيك نختار النتريك انت تسوق سياره خصوصيه فيها مرشح حافز ما هو الغاز الذي لا يستطيع المرشح الحافز تصفيته كل مرشح الحافز بيصفي من من 90 ل 95 من الغازات ولكن ما بيقدر يصفي غاز ثاني اكسيد الكربون ما هو تاثير ثاني اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون يؤدي الى ما يسمى بتاثير البيوت الزجاجيه الذي يؤدي الى ارتفاع درجه الحراره جواب صحيح رقم 3 أنت تقود سيارة ومعك دراجة في الصندوق وغطاء الصندوق مفتوح ماذا تفعل لتجنب دخول الغازات إلى داخل كابينة السيارة؟ الجواب الصحيح رقم واحد لازم أغلق النوافذ وأقوم بتشغيل المروحة. بهيك حالة أبداً ما بقدر أنا أفتح النوافذ لأنه إذا فتحتها راح يتسرب اللي هو غاز الغازات لداخل السيارة. أين يوجد الخطر الأكبر عندما تتعرض لتسمم أول أكسيد الكربون؟ قلنا الجواب صحيح رقم 2 عندما تقوم بتشغيل محرك السياره في الكراج والتهويه فيه سيئه اذا شغلت سيارتك في كراج سيء التهويه او كراج مغلق فان في خطر كبير لتسممك باول اول اكسيد الكربون الغازات الخارجيه من السيارات تؤدي تؤدي الى تاثير ما يسمى بالبيوت الزجاجيه ما هو التاثير على الارض تأثير البيوت يؤدي إلى ازدياد ارتفاع درجة الحرارة الجواب الأول هو الجواب الصحيح أي من الغازات هو عديم اللون والطعم والرائحة ويؤثر على القلب والشرايين أول أكسيد الكربون أنت قمت بتشغيل سيارتك في صباح يوم بارد لكي تذهب إلى العمل متى يبدأ المرشح الحافز أو الكاتاليساتور القيام بتصفية الغازات؟ المرشح الحافز أو الكاتاليساتور ما بيشتغل ما ببلش يصف الغازات إلا إذا هو نفسه سخن بمعنى هو لازم يسخن أول شيء بعدين هو بقدر يبلش هو يصفي لي الغازات يؤدي وظيفته اللي هو الجواب الأول هو الجواب الصحيح عندما يسخن مرشح الحافز أو الكاتاليساتور وتصل درجة حرارته ما بين 400 إلى 600 درجة مئوية السيارة التي تستعمل وقود الديزل تطرح غاز ثاني أكسيد الكربون أقل من السيارة التي تستعمل البنزين. ما هي أقل نسبة مئوية تطرحها هذه السيارة؟ طبعاً 20% أقل. من المهم للبيئة أن تستخدم فرملة المحرك بدلاً من فرملة القدم وذلك قبل ساحات الدوران وفي مخارج الطرق وفي التقاطعات. ما هو السبب الأول بخصوص ذلك؟ طبعا لان ذلك يقلل من استهلاك الوقود وبالتالي يقلل من انبعاث الغازات السامه من العادم. الجواب الصحيح رقم ثلاثه. ما هي العربه او المركبه الاقل ضررا للبيئه؟ طبعا الدراجه الهوائيه. لماذا لا يتم غسل السياره بشامبو الغسيل على طريق اسفلت؟ لان الشامبو بيعمل على اهتراء الطريق. الجواب الصحيح رقم ثلاثة. أنت معك صندوق على سقف السيارة هل يؤثر ذلك على استهلاك الوقود؟ نعم إن الصندوق يزيد دائما من استهلاك الوقود. ما المقصود بكلمة دائما هنا؟ بمعنى إذا كان فارغ أو في حمولة بأثر على استهلاك أو بيزيد من استهلاك الوقود. ما هي كمية ثاني أكسيد الكربون التي ينظفها الكاتلساتور أو المرشح الحافز؟ قلنا المرشح الحافز ما بيصفي اي شيء من غاز ثاني اكسيد الكربون وبالتالي نختار الجواب الاول اللي هو لا شيء ينظف المرشح الحافز من غاز ثاني اكسيد الكربون. ما هو الصحيح بخصوص الغازات التي تنبعث من السيارات التي تسير على البنزين؟ الغازات العادمه رقم الجواب رقم ثلاثه الغازات العادمه تؤدي الى اتلاف البحيرات والغابات. السيارات الحديثة التي تسير بالبنزين يجب أن تكون مجهزة بتجهيزات تقلل من ضرر البيئة ما هي هذه التجهيزات طبعا المرشح الحافز أو الكاتاليساتور مثل ما حكينا بصف من 90 إلى 95 من الغازات لكن ما بقدر يصفي غاز ثاني أكسيد الكربون ما هو الصحيح بخصوص انبعاث الغازات الضارة من سيارتك؟ طبعا غازات العادم تسبب الحموضة في الطبيعة الجواب الصحيح رقم ثلاثة أين يوجد الخطر الأكبر للتسمم بأول أكسيد الكربون إذا قمت بالرجوع إلى الخلف في كومة ثلج بحيث تنسد فتحة العادم الجواب الصحيح رقم أربعة كلنا نعرف أنه فتحة العادم في الخلف تكون في السيارة فإذا وأنا برجع ضربت بكوم ثلج كبير مثل الجبل ثلج انسدت هاي الفتحة بصير الغازات ما عاد تقدر تطلع من الخلف وبالتالي راح ترجع وتصير تتسرب لداخل السيارة متى يصبح معك تسمم بالغازات؟ في كراج قليل التهوية والمحرك شغال، أو في كراج سيء التهوية والمحرك شغال، أو في كراج مغلق والمحرك شغال. كيف يقلل السائق من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في حركة المرور؟ طبعا من خلال قيادة الدراجة الهوائية أو السفر بالقطار، نحاول دائما على قد ما نقدر ما نستخدم السيارة. أنت تقوم بنقل دراجة هوائية داخل صندوق السيارة والصندوق مفتوح قليلاً، هل يصبح معك تسمم؟ نعم لأنها تدخل الغازات إلى داخل السيارة، طالما الصندوق مفتوح شوي راح يعطي مجال للغازات تدخل لداخل السيارة. كم يحتاج من الوقت جهاز تدفئة المحرك لتدفئة محرك السيارة في فترة الشتاء؟ إحنا متعودين إنه هذا السؤال يجي دائماً ويضيف لي اللي هو قديش بتكون درجة الحرارة، وقلنا إذا درجة الحرارة صفر بنقول ساعة، أقل من صفر، ساعة ونص، الآن إذا أنا ما ذكر لي وحكى لي بس في فترة الشتاء ما أعطاني درجة حرارة معينة، بقول له ساعة واحدة فقط. لماذا يجب عليك عدم غسيل السيارة في الشارع أو في الطريق؟ لأن ذلك يؤثر على حالة الجو. الجواب الصحيح رقم ثلاثة. لماذا لا يحق لك ان تغسل لماذا لا يحق لك ان تغسل سيارتك قرب المكان الذي تسكن فيه؟ طبعا الجواب الصحيح رقم واحد لانه لان ماء غسيل السياره يخلط مع ماء المجاري مما يؤدي الى تلويث البيئه. اي من الوقود له تاثير اقل بخصوص ما يسمى البيوت الزجاجية طبعا الجواب الصحيح رقم اربعه الغاز الحيوي ما هو الاجراء الذي يجب اتخاذه لتقليل استهلاك الوقود من خلال تخفيف الحمولة في داخل العربة وعلى السقف عندما لا تكون في حاجة اليها كل شيء داخل السيارة انت ما بحاجته فرغه من السيارة لانه اي شيء داخل السيارة رح يزيد من صرف الوقود وبالتالي رح يزيد من انبعاث الغازات أنت تغسل سيارتك بشامبو معين بماذا يؤثر هذا على البيئة؟ يؤثر على البيئة نفسها أو تجري في المياه الجوفية داخل الأرض الجواب الصحيح رقم واحد هل ضغط الهواء في الإطارات يؤثر في استهلاك البنزين؟ طبعا نعم ضغط الهواء المنخفض أو الواطئ يؤدي إلى استهلاك بنزين أو وقود أكثر مثل ما حكينا أي نوع من المحروقات يطرح دخان أقل مضر للبيئة والإنسان طبعا الغاز الطبيعي هو الأقل ضررا دائما هذا كان آخر سؤال معنا لليوم بتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو وكالعادة لا تنسوني من دعواتكم